فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين؟ المسح على الخفين أفضل أخذا بالرخصة، ما تخلع الخفين تقول لا بغسل رجلي لأن هذا أفضل، هذا مخالفة للسنة، فعملك بالسنة أفضل، وأيضا أخذا بالتيسير والحمد لله، لا تشق على نفسك. نعم، ولا يتكلف شيئا غير الواقع، ما يلبس الخفين يقول علشان أمسح، ولا يخلع الخفين علشان يغسل، ما يفعل هذا، ما يتكلف شيء خلاف الواقع. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.